على بعد أسابيع من افتتاح العام الدراسي الجديد، بدأت الاستعدادات لتأكد من جاهزية المؤسسات التعليمية في ولاية تاغانت لاستقبال التلاميذ. مراسل الموريتانيا في تشجيجا واكب جولة تفقدية لوالي تاغانت وأعاد بالتقرير التالي. في إطار الاستعدادات للافتتاح العام الدراسي 2023-2024 على مستوى ولاية تاغانت، أدى والي الولاية سيد الطيب محمد محمود زيارة ميدانية للمدارس قيد الإنجاز في مدينة تشجيجا. وقد شملت الجولة الميدانية 5 مدارس ابتدائية تجري فيها الأشغال حاليا في المدينة. وفي كل هذه المدارس اطلع سيد الوالي عن كثب على مستوى تقدم الأشغال في المؤسسات المزورة، وتحدث مع المقاولين عن أهم العراقيل والتحديات، كما ألزمهم بضرورة إنهاء الأعمال في الآجال المحددة واحترام الشروط الواردة في دفتر الالتزام، مؤكدا أن الدولة لن تتسامح مع أي إخلال بالالتزامات سواء تعلق بالآجال أو المواصفات المعمارية. وتسعى السلطات المحلية من خلال هذه الزيارة إلى الوقوف عن كثب على مستوى الاستعداد لافتتاح السنة الدراسية المقبلة. قمنا اليوم رفقة والي الولاية والوفد المرافق له والسلطات الأمنية بزيارة بعض المؤسسات قيد الإنشاء للوقوف على حقيقة تقدم الإشغال فيها، ولاحظنا البعض منها أشغاله متقدمة والبعض الآخر دون ذلك، وأعطى الوالي توصياته بتسريع وتيرة الإشغال لتنتهي الإشغال في المواعيد المحددة لها، والتزم المقاولون بذلك. وكانت هذه الجولة تدخل في إطار الاستعدادات الرامية لافتتاح أمثل حسب تعليمات فخامة رئيس الجمهورية. طبعا التلاميذ على مستوى الولاية ثمنوا هذه الزيارة. اليوم شرفنا الوالي اليوم بالزيارة، قام بها المشاهدات اللي في قيد الإنجاز، وشاكر لك الزيارة نحن بعد التلاميذ، وشاكر المدير الجوي المفتشية والطاقم التربوي كامل. وبعد الزيارة قام الوالي باجتماع وشرحنا فيه قدر من المسائل، ما فيه قضية التسجيل للسنة، يلا تعود سنة نموذجية ما هيك للسنوات الفايتة. وقد اختتم السيد الوالي زيارته بعقد اجتماع موسع مع الأسرة التربوية المحلية في مباني الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، حث فيه طواقم التدريس والتأطير على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تأمين افتتاح دراسي ناجح، مبينا في ذات الوقت أن الدولة بذلت جهودا معتبرة لوضع المدرس في ظروف مرضية. الاجتماع تخللته مداخلات من قبل الحضور تمحورت حول التحضير للعام الدراسي. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة تشجيجا.